لا الحقيقه النهارده النجم اللي هتكلم مع حضراتكم عنه ده مثال للنجم المحترم الحقيقه، لانه زي ما قلت لحضراتكم انا شخصيا تشرفت وتزاملت معاه لفترات طويله جدا جدا، ويمكن من اقرب اللاعبين الى قلبي، ودايما على اتصال ودايما بنكون متواجدين مع بعض خلال وجوده الفتره اللي موجوده. ودلوقتي طبعا نجم الكبير الكابتن وائل جمعه محلل قنوات بي ان سبورتس، وهو قاعد زي ما حضراتكم عارفين او بيجي بيتنقل ما بين مصر وقطر، ولكن وائل جمعه الحقيقه يظل دائما واحد من اقرب الناس الى قلب كل جماهير النادي الاهلي، ويظل دائما واحد من اهم وافضل المدافعين في كره القدم في النادي الاهلي. لما تقول الصخره هتقول وائل جمعه، لما تقول النجوميه هتقول وائل جمعه، لما تقول افضل حاجه هتقول وائل جمعه، انه لاعب محترم، لاعب جامد جدا الحقيقه في مكانه. هو بس كان عنده مشكله واحده واحنا يعني كلنا عارفينها، مصر كلها عارفاها، والباك رايت اللي جنبه بيلعب او بيبقى عارفها كويس قوي. وائل جمعه بسم الله ما شاء الله عنده بطن رجل، بطن قدم كده، لما بيجي يباصي يحط الكره ببطن رجله كده للباك رايت اللي جنبه، فالمفروض انا بلعب سرد باك، او يعني وائل بيلعب سرد باك وانا بلعب باك رايت على الخط، بيني وبينه مثلا 10 15 يارده، فالمفروض بتعمل الكره ببطن رجلك كده تبقى جايه لك من عند وائل حاجه كده حلوه على مهلها، الكره بتبقى جايه على مهلها. وائل لا، وائل بيحط بطن رجله بيخلص على الباك رايت اللي جنبه على طول الحقيقه. لكن وائل جمعه يظل واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي لعبوا في هذا المكان، سواء في النادي الاهلي او في منتخبنا الوطني. لما بتقول سيرد باك او لما بتقول ستوبر او لما بتقول سنتر باك، الحقيقه هتقول اسم وائل جمعه الافضل في هذا المكان. ثلاثة كاس أمم أفريقيا أعتقد اللي هو 6 و8 و10 كان موجود الحقيقة مع منتخبنا الوطني في الثلاث بطولات. نجم كبير يتميز الحقيقة بكل الأشياء الجيدة جدا في كرة القدم. في بعض الأوقات مانويل جوزيه كان بيلعبه راس حربة، في بعض الأوقات في آخر 5 دقائق أو آخر 10 دقائق من المباريات. نجم كبير ونجم محترم ونجم خلوق. نطلع نشوف تقرير عن الصخرة وائل جمعة. وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر، ابن مدينة بسيون بمحافظة الغربية، المولود في 3 أغسطس عام 1975، هو مدافع مصر الأول منذ عام 2004 إلى أن أعلن اعتزاله وإنهاء مشواره الكروي. قاد دفاع الفراعنة في 114 مباراة، حصل مع المنتخب المصري على بطولة إفريقيا 3 مرات، 2006 2008 2010. Egypt once again are the kings of Africa. نال لقب أفضل مدافع في البطولات الثلاث، كما حصل على البطولة العربية عام 2007، وحصل مع المنتخب العسكري على بطولة العالم عام 2001، ونال لقب أفضل مدافع في البطولة بالإضافة إلى بطولة إفريقيا العسكرية عام 2004. وائل جمعة صال وجال مع الفراعنة في بطولات إفريقيا، كان صمام الأمان ومرعب المهاجمين المنافسين الذين يعملون له ألف حساب. كان الجهاز الفني للفراعنة يضع جمعة كعنصر أساسي باستمرار نظرا لتأثر مستوى المنتخب في غيابه. الصخرة وائل جمعة لعب جميع البطولات الإفريقية التي حصل عليها المنتخب، قهر كبار مهاجمي القارة، فكلنا نتذكر ما فعله بالإيفواري ديدييه دروبا والكونغولي لولوا، وكان ركنا هاما في فوز مصر ببطولة إفريقيا 2006 التي أسعدت الشعب المصري، وكانت مفتاح السيطرة للفراعنة على البطولة حتى نسخة 2010. كان جمعة على الموعد في بطولة غانا 2008، فقد أحكم الرقابة على إيتو في بداية المشوار، وقضى على خطورة فلافيو، وجاء دور على الإيفواري دروبا مرة أخرى قبل أن يختتم الصخرة ويقضي على إيتو نهائيا، ليتوج وائل جمعة بالبطولة الإفريقية الثانية له مع المنتخب. في عام 2010 تغيرت أسماء المهاجمين، لكن الصخرة جمعة كان للجميع بالمرصاد. أحكم رقابته على النيجيري يعقوبي،
ثم أكمل مهمته بنجاح مع الكاميروني إيتو قبل أن يقود الفريق إلى فوز دال على الجزائر برباعية نظيفة، وفي نهاية المشوار يقضي على الغاني أساموواجيان أفضل لاعب في إفريقيا. في بطولة كأس القارات قام جمعة بإيقاف خطورة المهاجمين العالميين أمثال البرازيلي كاكا، فابيانو، بالإضافة إلى الإيطاليين ياكوينتا ولوكاتوني. وائل جمعة اسم سيظل محفورا بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية. وائل جمعة هيفضل دايما في قلوب كل الأهلوية لأنه واحد من أهم وأفضل النجوم فنيا وخلقيا وكل حاجة. الحقيقة وائل جمعة يظل دائما محبوب جماهير النادي الأهلي. طيب